يو السلام عليكم الدراري والدريات، مرحبا بكم في نوفيل فيديو. هاد لا فيديو هادي ما عندها حتى شي علاقه بالفوتوغرافي ولا بالفيديوغرافي، مي غادي نجاوبوا فيها على كاع لي كيسيون ديالكم بارابور تركيا، كيفاش تمشي، شحال غادي يقدك البيدجي، الطياره اكسيتيرا. جي بوستي واحد لا ستوري ملي كنت في تركيا، اي جي بوستي نوتر ستوري ملي رجعت للمغرب، فيها خليو ليا كاع لي كيسيون ديالكم. جي رسو با مال دو كيسيون، با مال دو كيسيون، اي هاد لي كيسيون كاين فيهم لي كيتعاودو، كاين فيهم لي ما كيتعاودوش. فهاد لا فيديو غادي نحاول نجاوب على لو ماكسيموم ديال لي كيسيون. الا جاتني لا فيديو طويله بزاف في الايديتينغ غادي نقسمها على جوج، تكون فيها اون بروميير بارتي اي جوست ابري غادي نحط لكم اون دوزيام بارتي. دونو واحد لايك وسبسكرايب ويلا نبداو لا فيديو. سؤال شويه صعيب، سؤال اللي كيخليني نفكر وكيبقى فيا الحال، حيت عندنا امكانيات واعره في المغرب. يعني الا جيتي غير تشوف كبلاد، عندنا الصحراء وجبال وبحر وويدان وطبيعه، يعني ديجا هادشي هذا غادي يخليك تستافد من السياحه على طول العام. ولكن مالوغوزمون ما كنسوقوش لهادشي. ترونسبور في المغرب غالي، لي زون توريستيك في المغرب اي سون با اكسيسيبل فاسيلمون، توريزم في المغرب ولا غالي، هادشي دا حوايج ما يمكنش. غتمشي للويدان غتاكل طاجين ب 450 درهم ما يهربش لك. حنايا كشعب ما مزيانينش، فهمتي، كنبغيو نستافدو ونصبو على عباد الله ونصبو على ديالنا، لي جوسبيغ ان هاد اللعيبه متحيد وما تبقاش. حتى وزاره السياحه ما دايرهاش الخدمه ديالها كما ينبغي، يعني ما كديرش دي بروجي توريستيك زوينين. لي غار شو دابا انت بوزنيقه باغمي زعما لي فيل اللي عندهم احسن بحر في المغرب، لا غار دايره بحال السيد هذيك اكثر من 12 ولا 13 عام وهي دايره بحال هكا. دونك خاص بزاف، خاص تركيا تحبس وخاص نخدموا واحد 15 عام كونتينيو باش يلاه نقربوا ليهم شويه. ما عندناش لي زانفراستركتور، السبيطارات ما كاينينش، راه ماشي غير اجيو ولي بلاد توريستيك. حنا عندنا الامكانيات، عندنا البوتونسيال، عندنا الفلوس، ولكن الله يهدي الناس وصافي اللي خدام على هادشي. مناخ تركيا قبل ما نمشي كنت كنسمع انه ممكن تصب الشتا وتح البرد وتجي الشمس يعني في نهار واحد، ولكن باش مشيت صراحه ما لقيتش هادشي، لقيت بحالو بحال المغرب، الصهد والشمس والجو في العشيه كيبرد واحد شويه. من غير مشيتي لكابادوكيا يعني مع السات العشيه صافي كيبرد الحال، خص قبيه وسروال، ولكن اسطنبول صراحه كانت سخونه وما لقيت فيها حتى شي مشكل ديال الجو. هاد السؤال هذا كيبقى فريمون فاك، حيت كل واحد ولو شوا ديال لي زوتيل ديالو. انا كنت كنمشي لي زوستل وكندير ما بين يومين ثلاث ايام كنمشي لشي اوتيل. لي زوتيل ما بين 30 50 اورو، ولي زوستل ما بين 15 و 20 اورو، يعني 300 درهم 200 درهم 150 درهم، المهم تلقى فين تحط الراس وصافي. ابخي كاينين لي زوتيل دو لوكس ولي زوتيل غاليين، انت وجيبك. قلب في بوكينغ، قلب في اير بي ان بي، قلب في اوستل وورد، وغادي تلقى داكشي اللي بغيتي على حساب البيدجي ديالك. الماكله بالنسبه لي زعما انا صراحه كرأي شخصي، رأي ديالي، كي اللي كتعجب الماكله ديال تركيا انا ما عجبتنيش بزاف، وزعما سي با شي حاجه اللي ماجيسترال، ماكله عاديه، شاورما كل مره كيخشيو لك في لعيبه فهمتي وصافي، وعندهم واحد الحلوه ديالهم ديك الكنافه وكذا. اللي عجبني في الماكله ديال تركيا كامله هو الفطور، داك التركيش بريكفاست، فطور اللي هو واعر زوين متكامل فيه كل شيء وما غاليش بزاف. اما داكشي ديال الغداء وكذا جاني عادي جدا، ميم حتى مشيت عند نيسريت تعشيت عنده جاني عادي. من الماكله رخيصه في اسطنبول بزاف، يعني غتعشى بواحد 80 درهم زوينه طلع هو هذاك شبعان. وعجبني حتى ايران، ايران واحد البن بحال البن عندهم مي هو مالح مي زوين بزاف، زوين ومزيان حتى الحلية، المهم مزيان للداخل. جو بريفير با لي فواياج اورغانيزي، ما نبغيش اني نمشي حتى لواحد البلاد ويحكموا عليا هما فين ناكل وفين نعس وفين نشرب وفين نتصور وفين نمشي. تبارك الله تركيا كبيره بزاف، ما نبغيش نبقى ليميتي بواحد البروغرام ديال واحد لاجونس. انا جو بريفير نمشي ونتكرفس ونضرب طريق ونشوف بزاف ديال الحوايج، احسن ليا ما انني نمشي ونبقى غير كندور مع واحد الجروب ديال الناس ونمشي لشي بلايص اللي هما حاكمين عليا بهم. سيروا بوحدكم الدراري، اصلا بالنسبه ليا انا الفواياج انا خصك تمشي وتتعرف على الناس وتلاقى بالناس وتشوف شي حوايج ويطراو لك شي حوايج، كيبقاو دي سوفونير اللي زوينين، ماشي انني يعني نطلع في الطياره يحطوني يجيو لي يديوني يهدوني للوطيل، يخرجوني من الوطيل يدوني نخرج هنا ويجيبوني هنا
ميم حتى الكومينيكاسيون مع الناس، حاول تهضر مع الناس وهضر مع هذا وهضر مع هذا وسول هذا وتسطب مع هذا بالانجلي وهذا تلقاش واحد كيهضر بالفرونسي. ما بغيت اورغانيزي زعما جيفيت اللعيبه، ما كنحملش هاد اللعيبه هادي، وكيبقى لو شو ديال كل واحد. هذا بون تيب دو توريزم ديالك. جو بونس كل واحد الا كانت عنده واحد 5000 درهم فوق الطياره يمشي يدوز سويمينه ديالو بخير، ما يلقى حتى شي مشكل. كيف ما قلت لكم الدراري الشوبينغ ولا اي حاجه غتشريوها غارديو شي حتى لي دو ديرني جور، كتعرف شحال باقي عندك ديال الفلوس وكتعرف واش باقي عندك لي سباس لا فاليز واش باقي عندك الجهد انك تخرج وتشري شي حاجه، ولا صافي درتي كلشي وما بقاش عندك فلوس. ما تمشيوش النهار الاول تبداو تشريو يجيكم هذاك الاغراء وديك الزعمه ديال صافي انا رخيص غنبدا نشري نشري، وفي الاخر تسالي ملي ما عندك حتى ريال. دوز الفواياج ديالك، سافر، ديكوفري لعيبات جداد، تعلم شي لعيبات، عاد في الاخر فاش تكون جاي دير شي شوبينغ الا بغيتي، الا ما بغيتيش ما ديروش. ماشي سي با ماشي شي سنه مؤكده ولا شي فريضه، غير هو راه كاين لهوته زعما صراحه. انا نورمالمون الساك اللي كنكون هاز معايا ديال 10 كيلو اللي كيطلع معايا للطياره هو ديال الماتيريال، ما كنبغيش نحط ماتيريال في لافاليز باش ما يتهرس لي ولا طرا لي شي حاجه. كبروسيدور مع البوليس ولا شي حاجه ما لقيت حتى شي مشكل، لا انا كنت خارج من المغرب ولا فاش كنت غادي ولا فاش وصلت لتركيا، من غير فاش كنت راجع من تركيا كندوز الساك ديالي في السكانير، قال لي هذاك البوليسي اللي في المطار تشيك تشيك، قلت لي هي الكاميرا، قال لي اوكي صافي هادشي اللي كاين. في تونس طرا لي مشكل، كانوا غادي يحيدوا لي لي زوبجيكتيف سيرتو هذاك 70 200، ولكن بالطلب والرغيب وريتهم انستغرام قالوا لي ماشي مشكل، غير مره اخرى بقى ترد البال وبقى تجيب معك شي كارت ولا شي اوتوريزاسيون. ميم حتى في الزنقه صراحه ما هضر معايا حتى شي واحد، كنت كنصور ستريت عادي جدا، ما كاينش كرام ديال المشكل. تركيا زعما الناس وبالعكس الناس كيعجبهم الحال فاش كتصورهم، كيقول لك صيفط عليا في واتساب ولا صيفط عليا في انستغرام. سو هذا هو البلان. بالنسبه للماتيريال بخير، لقيت مشكل مع واحد حتى خدام في العربيه، كنت كنصور واحد الفيديو وجا قال لي ما تصورنيش، وانا قلت اصلا ما صورتك صافي ويمشي بحال هكا صافي ما صرا هو. انا صراحه ما كنتشجعش على هاد اللعيبات هادو، ولكن باش تكون معكم صريح زعما حيت تلاقيت مع دراري وسولت وكذا قال لك صافي بقى لا حريك من تركيا لا والو، طالقين الكلاب في هنغاريا طالقين لي درون يعني شدو غيطا مطلوق. ديكو اصلا صراحه كاع الحراقه بداو كيرجعوا من تركيا كيرجعوا للمغرب حيت ما بقى لا حريك لا والو، كيتسناو شي ضربه. تواركا اونتر بارونتيز دريفي، تواركا ظريفين ولكن مشكل كاين بارير ديال لا لونغ، ما كيهضروش معاك بالانجلي، ما كيهضروش معاك بالفرنسي، ما كيهضروش معاك بالاسبانيونيه، يعني ما كاينش شي حل انك كيفاش تكومونيكي مع شي تركي. الا رحمك الله ولقيتي شي جون تركي يهضر بالانجلي في المدرسه ولا شي حاجه يقدر ينعت لك يقدر يوريك. انا شنو كنت كندير، كنقصد شي بنت داير الزيف كنسمعك تهضر في التليفون بالعربيه، كنعرفها سوريا ولا من العراق ولا من شي بلاصه، كنقول لها خشي واش الطرام كيدي الكاديكو، كتقول لي اه، كنقول لها ثانك يو كنحيد من حداها صافي. زعما ما غاديش خصك اصلا تكومينيكا مع تواركا ولا شي حاجه باش تسافر صافي. الى مشيتي لكابادوكيا كيهضروا بلونجلي حيت سي زون توريستيك، كتلقى شويه دوك اللي خدامين في لي زوتيل كيهضروا بلونجلي، ولكن وسط اسطنبول كذا غتعاني. دونك داكشي قلت لك كثير البلايص اللي اصلا فيهم الثمن معلق وكذا، شد مد حمد خلص صافي سالات. اي فوالا جو بونس جاوبنا على لي كيسيون ديال الدراري كاملين. كاينين لي كيسيون كيتعاودوا بزاف سورتو شحال تقام عليك شحال الطياره شحال لوطيل. بون عطيتكم تقريبا لا ماجوريتي ديال الانفورماسيون اللي خصكم، تقام عليا كلشي ب 12000 درهم كيف ما قلت لكم. ابخي كل كيخسر وكيفاش كيخسر وفين كيمشي وشنو كيدير داكشي كيبقى على حساب لو شوا ديالك، مي بلوز اوموان 12000 عشت مالك واحد 10 ايام زوينه. سي جامي عندكم دي كيسيون اخرى ولا زعما شي واحد بغى يهضر معايا ولا يسولني، انستغرام ديالي ديسپونيبل كنجاوب ديما. كنحط لي ستوري تما، الا طاحت عاوتاني في راسي شي استوس ولا شي نصيحه اخرى غادي نزيدها في الهايلايت اللي درت ديال تركيا كوم سا، باش اللي غادي يمشي مامن او او موان دوك لي زاسيج ديالي يعاونو غير في واحد الحاجه ولا جوج حوايج في تركيا. وسمعنا رحمه الوالدين في ظهري الله يجعل البركه. دونك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في راسكم الدراري، عندي شي 3 فيديو خدام عليهم ديال تركيا غادي يكونوا زوينين غادي يكونوا توب. باقي ما عنديش شويه من ديك اللعبه ديال الكاميرا في الزنقه باقي شي كيدعقني، مي سايغا ميو ان شاء الله، ونتلاقاو في شي ساعه احسن من هادي. باي.